هاك هاك صورني وانا كندبح. الشريف ذبح ولا البكعرور الكحل عطينا اتصال ذبح وليك وهنين مالك بالصدرة بغيتها تبقى ذكرى مع العائلة وصافي. الله يسخر شغلك هذا. ولا حطيتها في الفيسبوك؟ حطها في الفيسبوك بغيتي نفهم زعما علاش؟ غير بغيت نبارطاجيها مع الناس باللي حتى حنا ذابحين وباللي حتى حنا معيدين. الشريف واش ذبح لله ولا ذبح لشي واحد اخر؟ كاينين نيت شي ناس ما كيعرفوش يذبحوا وبارطاجيت معاهم باش يستافدوا. زعما الناس في ديك اللحظه ديال الذبيحه جالسين كيتفرجوا فيك انت؟ صراحه هادشي جاني غريب استاذ. ياك انا ما اديت حد، ياك انا بارطاجيت حولي ديالي كندبحوا وصافي. واخا ولي ما ذبحش مسكين ذاك النهار، دير لي العله انت بهذاك الحولي ديالك اللي ذبحوا وتفقش. الصراحه عندك الحق في هذه استاذ، ولاني شريت الحولي باش نفرح الوليدات وصافي. لا شريف، شفتي الحولي لله والوليدات راه غيفرحوا ان شاء الله تعالى. السؤال استاذ، دابا الناس اللي ما عنده باش يشري الحولي شنو يديروا؟ ما كاينش ماش. الله عز وجل تعبدني بالفعل كما تعبدني بالعجز، تعبدني بالقدره وتعبدني بالعجز، وبينوا لله انني عاجز. وهذوك اللي كياخذوا الكريدي من البنكه باش يشريوا الحولي خذا الحرام باش يدير سنه مؤكده وتسطنت في هذه الاولويات ديال هاد الناس. ويه راه حرام، ولكن تيقول لك بغاو يتقربوا لله بسنه مؤكده. شريف عندك القدره تقرب الى الله بالقدره، عندك حاله عجز تقرب الى الله بالعجز، راه هذه تاهي عباده طلبها منك سيدي ربي.